انت صح، والعسل فوقها ويا طعمها الف احسن وعبد الله. الشفوط طبعا احلى اكله وافضل اكله في اليمن، خاصه في رمضان. الزمبيان العدني مع الاشياء يعجبني عزيز. كان يعجبني ويعجبك حب الوان الاخضر، اكيد جبل صبر في تعز والمناظر الطبيعيه اللي فيه. صلاه اليمن، احب اليمن كامله بمحافظاتها ومديرياتها، واحب عمرها اكثر. عدن قلعه قصيره وفيها من ذكريات. احنا مسافرين. ابو بكر سالم بالبقيه اغنيه سر حبي في الغابه. حسين محب وجل ساكن. مع أغنية المستمع يعني في عيدك العيد صباح العيد. فيصل العربي والأغاني اللهجية. الشاعر والأديب مختلف بينهم. شخصية كشكوش قديم بس كانت ظريفة وسلسلة. الشاعر مطفي جعفر. الشاعر الحب والإنسان طلع عبد الوهاب نعمة. أنا لقب المطر. ازاي التحالف؟ ازاي الحضارة؟ ازاي الصناعة؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتمنى ان يعم السلام في بلادي. اللهم احفظ البلاد وفي العباد. اتمنى ان تكون نهاية الحرب قريبا، واتمنى ان يعم السلام في عمان.